السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، ونهار الاول ديال رمضان داز بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. معكم ناديه من ناديه ستايبو. اليوم نشارك معكم فطور اللي وجدت سهل دغيا وان شاء الله تستافدوا من افكار هكا بسيطه. كما كنعرفوا كنا كندوخوا شنو نديرو، قلت نبارطاجي معكم داكشي اللي صاوب. تبقاو معايا باش تشوفوا التحضيرات كاملين داكشي اللي وجدت، وان شاء الله كما قلت لكم يعجبكم الفطور ديال اليوم. اول حاجه باش بدينا، ما يمكنش نهار الاول ديال رمضان وما نديروش الحريره. هنا غادي ندير الحريره. كيعجبني نديرها بهذا الملج، كناخذ طريفه الملج ولا غير العظم ديالو اللي بغيتو نتوما واللي متوفر عندكم. العظيمات ديال الملج كيجيو زوينين، الحمص من طبيعه الحال مفسكاه، انا ما كنفسخوش، كنديرو غير هكاك، ما عنديش الوقت باش نفسخو. المهم قزبر ومعدنوس كنقطعو مزيان. الحاجه الوحيده اللي كيعجبني نقطعها بالموس مزيان هي القزبر والمعدنوس، ما باقي كله كنديرو في طحانه كهربائيه كيجي ساهل. هذا كيعجبني نقطعو بيدي بالموس. صافي خديت الطنجره كما شفتو، درت الحمص، درت الربيع، وغادي ناخذ الكرافس. حنا ما عندناش الكرافس قلال، فين كنلقاوهم الكرافس؟ بحال ديال المغرب تشاينيز، هنا كيسميهم كرافس ديال الشينوا. المهم هما اللي كنستعملو انا، هذا اللي كان القديمه. كناخذ اورغانيك فيه واحد النكهه زوينه بزاف، كنطحن الكرافس وكنطحن البصله، كلشي مزيان. عندي المطيشه غليتها في الماء وحيدت ليها القشره باش هي غنطحنها ونضيفها في الطنجره. صافي زدت البصيله وغادي نطحن حتى المطيشه كما قلت لكم اللي درتها في واحد في الماء مغلي باش حيدت لها الجلده ديالها ونضيفها في الطنجره حتى هي. ومن بعد غادي ناخذ اللحم. كما قلت لكم ضروري العظيمات في اللحم كيجيو زوينين. سيرو عندك بزاف قول عطيونا غير العظيمات الحريره وغادي يعطيكم العظيمات غزالين بزاف. انا كناخذ الملج شي مره، داك اللحم كندير به قطيبات وداك العظم كنديرو في الحريره. ودابا العطريه، غادي نضيف العطريه ديال الحريره. كتعجبني هاد العطريه، كتعطي واحد النسمه زوينه. سكينجبير، الخرقوم، والبزار، شويه الزعفران شعره كيعجبني في حريره، شويه ديال القريفه، غير واحد راس المعلقه. انا هنا دايره طنجره كبيره. ومن بعد ضروري عندنا السمن. انا كندير كما شفتو شويه ديال السمن، قيس واحد نص معلقه صغيره ديال السمن. كنديرش الزيت نهائيا حيت الحيمه فيها شويه الشحمه، وحتى السمن كافي. وغادي نضيف مطيشه الحك، كنضيف دابا شويه معلقه كبيره، وعاوتاني فاش كنبغي ندورها كنضيف مطيشه ديال الحك. ومن طبيعه الحال مليحه، كنديروا خرله ديال الملحه باش كطيب لينا ديك الحريره ديالنا تجينا مملحه وتجينا زوينه. وردوها فوق النار. كاين اللي كيقلي هادشي، كاين اللي ما كيقليش، انا كنقليها شي شويه على ما كنغلي الماء وكنضيفو عليها وصافي. الريحه فاش كتبداو تشرملو ديك تخمرو ديك الحريره كتعطيكم ديك الريحه زوينه، كتبان لكم حريرتكم غادي تجي زوينه ان شاء الله. صافي رديتها طيب. دابا غادي ندوز باش نصاوبو المخامر المفروقين ديال المقله. خديت هنا الفورس بطبيعه الحال مغربل ومقاد. كندير تقدروا ديروا نفس الكميه ولا تكثروا الفورس ولا ديروا غير السميده اللي بغيتوا، راه كلا الحالات كيجي زوين بزاف. هنايا درت بحال قلتو الفينو كثرتو على الفورس، ديروا جوج زلايف ديال الفينو وزلافه ديال الفورس كيجي هكا صفر غزال. ان شاء الله نشارك معكم واحد الوصفه قريبا غتعجبكم بزاف. قربت لكم الفينو باش تعرفوا من فينو استعملت هو هذا. غادي نضيف الخميره. الخميره ما تكثروهاش، ماشي بحال القيس اللي كديروا الخبز، قللوا شويه الخميره على الخبز. هنا درت معلقه صغيره ما عامراش. غادي نضيف واحد المعلقه ديال السكر، وغادي نضيف الماء دافي قريب للبروده، ونعجن حتى تدلك لينا كل شيء مزيان سواء عجنتو بيديكم ولا بالماكينه. عاد من بعد فاش غادي تدلك ليا العجينه ديالي مزيان، عاد باش غنضيف شويه د المليحه مع شويه د الماء وندور شي شويه العجينه. صافي وهي وجدات. كيف ما كتشوفوا العجينه تدلكات مزيان على حقها وطريقها، ولكن انا ما كنديرش العجينه قاسحه بزاف، شويه مرخوفه كتكون كتلصق في اليدين الا ما درناش الزيت. هكا تعرفوا القوام ديالها. صافي هنايا غادي نجمعها بشويه ديال الزويته وغادي نغطيها ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق باش نرجع ونشكل كواور صغار باش نديروا الملاوي ديالنا ان شاء الله.
صافي كي كتشوفوا ارتحت العجينه عاطيه الطعم ما شاء الله، وكنساعد بالزيت. هنا بغيتو ديروهم مصغورين ديروهم مصغورين، بغيتو ديروهم خامر كبار ديروهم خامر كبار، اللي يعجبكم. انا كنديرهم مويان مواسطين، الكله وحيده كيشبع، وعاوتاني في نفس الوقت ماشي دوك الصغار بزاف. صافي عاوتاني من بعد ما ارتاحت لنا العجينه تخليوهاش تخمر غير ترتاح. صافي كنطلقوا بالزيت مزيان مزيان حتى كترقق لينا العجينه وتولي شفافه، كتبين لنا السطح ديال العمل. كنكون موجده الزبده وموجده السميده ولا الفينو باش نفرق، راه مشاركاهم معكم قبل هادو، وفين ما نشاركهم كيعجبوكم تقولي لنا ديال شاركي معنا هاد المخامر حيت ساهلين وكيجيو فنين فنين بزاف. اهم حاجه هي نرققوا العجينه وما نكتروش الخميره في العجينه بزاف. هنا الزبده من طبيعه الحال ذوبتها مزيان، الزبده والسميده ونطويو على جوج، ونعاودو نطويو على جوج ونخليهم عاوتاني يرتاحوا حتى نرجع، ماشي نخليهم يرتاحوا حتى نسالي زعما حتى نسالي كاع الكميه اللي عندي ونعاود نرجع ونلويهم على شكل مليويات. راه ساهلين دغيا دغيا. نطويو هكا باش كيجيونا مورقين. من بعد هنا ما ساليت كنحطهم انا كلهم بحال هكا باش كيجوني ساهلين. صافي وبقى اللوي، كنكون درت لهم شويه الزبيده من الفوق وشويه ديال الفينو ونلويهم حتى كنسالي داكشي اللي عندي كامل. هاد الطريقه بحال هكا كتجي ساهله. وديما فاش تلويو الملاوي ديما رخفو يديكم، ما تزيروش يديكم، ديما تنقولها لكم هاد القضيه. حتى في التكراس كيجيوكم ساهلين في التكراس، ما كي بحال قلتو ما كي كيعطيكم الطوع في التكراس. صافي بدا اللوي وبدا نلمطو من الجنيبات حتى نساليو ونحطوهم في واحد الطبيسيل ولا بلاطو، نغطيهم بلاستيكه ونخليهم يرتاحوا. على من انا كيعجبني نطيب الملاوي حتى كيقرب المغرب باش كيبقاو سخان ومقرمشين وزوينين. والصراحه هادو واخا طيبوهم وتخليوهم راه تيبقاو فنين، كتجبدوهم من الفريغو تتحطوهم فوق المقيله 5 دقائق تيجيو رائعين بزاف. مهدي حدايا كيعزز عليه تيقول لي اش كدير، قلت له ملوي، قال لي اه فرح عزيز عليه هذا بالضبط كيجي رطب وفتي. رجع الحريره لقيت كل شيء طاب، هي هذيك زدت لها الشعريه، انا كنزيد الشعريه المواسطه ماشي ديال السفه. المهم صراحه كل مره وشنو اللي لقيتو قدامي كنقضي به الغرض ماشي مشكل. هنا غادي ندير الكلاوي مشرملين، خديت بصيله واحد 4 ديال دروس الثومه وضفت خير الله ديال زيت الزيتون. وهنايا غادي نشحر هاد البصيله مزيان مزيان مع ديك الثومه حتى تنزل. من بعد غادي نضيف ليها المزيودات ولا ضيفوا الفلفله الحاره اللي بغيتو نتوما واللي متوفر عندكم. وغادي نضيف الحامض مقطع هكا دي ترونش، يكون اما مصير واما طري اللي بغيتو. هو الطري كيحيد لينا كاع ديك الزفوره ديال الكبده ولا الكلاوي كيحيدها كامله. انا كيعجبني ما ندير عصير ما نديرو بحال هكا الصراحه. وغادي نضيف الربيع قزبر ومعدنوس. وغادي نضيف هنا الكلاوي ديال العجل مقطعين رقاق. غنضيف العطريه، غنضيف التحميره، غادي نضيف الكامون ومليحه واحد شويه ديال البزار، وهنا واحد الطريطيقه ديال القرفه. هادشي المشرمل كيعجبني فيه واحد شويه ديال القرفه، ولكم الاختيار، كتعطي بنه زوينه الصراحه. والسودانيه من طبيعه الحال. صافي وغادي نشرملو هاد نشرملو مزيان مزيان هاد الكلاوي ونغطيوهم يخليو يطيب على خاطر خاطرهم حتى يتعلقو ويطيبو مزيان. نرجعوا للحريره،
صافي هنا غندورها، كناخد شويه اما الطحينه ما مايزينا وندير معاهم طماطيشه ديال الحك صافي، وكندورو الحريره. واخر حاجه قبل ما نطفي على الحريره بواحد جوج دقائق كندير شويه ديال المعدنوس ديال القزبر سمحوا لي مع شويه الملحه وواحد العصير حامضه في المهراز، كندقهم مزيان وكنضيفهم على الحريره وكنطفي عليها. صافي هنا غندوزو باش نطيب. قرصت المخامر، كنقرصهم انا بلاستيكه كيجيوني زوينين وكيعطيو الطوع. صافي غنبدا نطيب هنايا، غنطيب في هاد لابلاك الكتريك، صراحه عجبتني اول مره استعملتها، عاد خديتها جديده قولو قبل رمضان مشي 15 يوم وعجبتني، كتحمر من الجناب كاملين وحتى كطيبهم هما هادوك. بطبيعة الحال غير كنحطهم كنرش غير بشويه ديال الزيت على ما يتنفخوا، خصهم ما يتنفخوا. عاد شوف فاش كيكونوا كيطيبوا، راه ما نقولش لكم كيفاش كيجيو رائعين، كيتنفخوا مزيان. صافي كنبقى نقلب حتى كيتحمروا لي من هاد الجهه ومن هاد الجهه، وديما العافيه ما تكونش ناقصه على المتوسط، ديما طالعه شويه على المتوسط باش كيتنفخوا وكيجيو مهويين وزوينين وما تيكرموش لينا فوق العافيه. ومن طبيعة الحال الا درتو الغاز البوطه ديال الغاز بنفس الطياب بنفسه، كيديروا المقله اما ديال الطيفال حتى الطيفال كتقنهم ولا الثقيله بحال بحال. شفتوا ما شاء الله كيجيو مفروقين وطايبين على خاطر خاطرهم. انا صافي راه قرب المغرب، بقات له شي نص ساعه، وكما قلت لكم اخر حاجه انا كنوجدها هي هذه. المهم درت بسطيلات مال حلوين والمالحين بالحوت، نبارطاجيهم معكم وغنبارطاجي معكم واحد انا يعجبكم ان شاء الله بزاف، ومخامر ودوك الكلاوي مشرملين وخلاص المعسلات وصافي، وجعل الله البركه. قلت لكم عرضه على صحابي، وحده ما جاتش وحده جات مره اخرى ان شاء الله. صافي نكمل الطياب ديال المخامر وندوزو نحطو الطبيله. انا الطبله قبل ما ندخل الكوزينه، غير كنفيق الصباح قبل ما ندخل الكوزينه كنحط الطبيله، نحط المعنات، نحط دوك المعسلات، وكنكون مغطياهم مصاوباهم باش كتبقى لي اخر لحظه، ما كنبقاش عاد كنجري قرعيد العصير اي حاجه كنحطها باش ماشي اخر لحظه كنقلب على هادي وهادي وهادي وهادي، تبقى الماكله صافي اللي وجدتها كتحطها فوق الطبله. ونبينا عليه افضل الصلاه والسلام. شوفوا المخيمرات ما شاء الله كيجيو كيشهيو، شي غير هادو مع كويس ديال القهوه وتميرات راه فطور مخير صراحة الله. وشلاضة اللي كيبغي ياكل الخضيرة، انا كتعجبني الشلاضة في الفطور صراحة، غير شلاضة بمطيشة والخص والبصيلة كتعجبني بزاف، كنزيد عليها حتى الكورن، راه فطور وكامل متكامل وكويس دا تيكل شنو كيعجبو، كاين عشاق اتاي وعشاق القهوة. الجو رائعين رائعين رائعين، مذاق غزال تيحمق مع ديك الحموضة وداك الشيء رائعين بزاف. صافي حطيتهم في الطبيصيل وغادي حاطة حتى ديك البول حداهم ديال الحامض زيودات نزيدهم عليهم، جاو فنين فنين البنات. ممكن تحطوهم شليضات في جنيبات الطبله كيجيو فريمون توب توب توب. ومن طبيعة الحال باش ما بغيتو تزينو نتوما زينو، بغيتو ديرو شويه المعدنوس من الفوق اللي بغيتو اللي كتفضلو نتوما. او كي شتو المليويات انا كنحط في الطبصيل، والمليويات مازال كنطيبهم من الجهه الاخرى حتى ساليت كلشي، هادشي باش يتحط لينا سخون وزوين ويجي بنين. وهذا هو الفطور ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم كفكره. مع كندوخو شي مره كتقولي اوكي هانا درت المخامر شنو ندير معاهم، هانا درت هادي شنو ندير معاهم. المهم شي حاجه مشرمله في الطبله، خيزو مشرمل، القرعه مشرمله، اللي عندكم كتجي زوينه في الطبيله وشليضه معاها وحريره ولا سوب من اي نوع اللي بغيتو نتوما. كما قلت لكم عجبكم الافكار خليو ليا دي كومونتير ولي لايك باش نشارك معكم اي طبيله درت كيف ما بغى يكون النوع ديالها ان شاء الله يا ربي. المهم تما درت عصير الحامض وعصير الليمون، والبسيطلات كما كتشوفوا كاينين في الجنب مالحين وديال الحوت والحلوين باللوز وبالدجاج. وان شاء الله غادي نبارطاجي معكم كما قلت لكم، راني مسجله لكم فيديوهات زوينين بزاف، خليت لكم راحه الله. وإن شاء الله رمضان يدوز في سلام، وتهلاو ليا في صحيحتكم وتهلاو ليا في راسكم، ومبروك عواشركم مرة أخرى. بسلام عليكم.